يعني القناعة دي اللي موجودة عند واحد ويرضى بما قسم الله له، تلاقيه عايش مرتاح راحة ما بعدها راحة، ومريح دماغه من كل حاجة. والتاني اللي عمال يبص محمد عنده ايه وجاله ايه والعربية ايه والفيلا ايه والعمارة ايه وهنبني تبص تلاقيه تعبان. النهاردة يا أستاذ محمد في ناس بتقيم الأمور، أنا بتكلم الكلام ده لأن غرضنا من هذا البرنامج إن احنا نطبق على أنفسنا سليم واقع حالنا إيه؟ صحيح. 90% من المشاكل اللي بتعرض علينا عدم رضا وعدم قناعة. عدم رضا تماماً وعدم قناعة، بقول لك 90%. 10% بقى بين سوء فهم بين بتاع، لكن الغالبية العظمى مفيش رضا، مفيش قناعة. أنا بقول لهم هل من العبث، هل من الصدفة إن أول آية في كتاب الله يوجهها المولى عز وجل في المنهج لينا الحمد لله رب العالمين؟ دي صدفة؟ لا أبدا. الحمد لله يا أخي، قول الحمد لله. ده القرآن قال لك لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. إنما إحنا لأ، إحنا اللي عنده وادي عايز إيه؟ اتنين. صحيح. اللي عنده اتنين عايز ثلاثة. ولا يملأ عين ندم إلا التراب. أبدا، ودي حقيقة. مشكلة. وعشان كده هو ابليس لقى ايه؟ لقى يعني تربة لقمه خصبة. سائغه او تربه خصبه او مناخ ممتاز لوسوسته. في حين ان احنا لما تعلمنا وتدبرنا وتفكرنا في القران وبدانا نبحث ونشوف ونتعلم عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، تلاقي ان الوسوسه انت تقدر تكتشفها على طول، سواء نفس ولا شيطان، وتقول له بيلعب شوف حته تانية، غر غيري صح، ما انا مش بتاع السكه دي، الا من رحم ربي. وعشان كده بنقول لابد ان نتدبر وما نضيعش الوقت وما نضيعش الامانه اللي معانا، لان المساله دي في منتهى الخطوره. الدنيا هتخلص هتخلص، النعمه هتزول هتزول، يا اما هتفرقك يا اما هتفارقها. ففارقها على ايه؟ على طاعه، فارقها على رضا، فارقها على مراد الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك. حينما وسوس الشيطان إبليس لآدم، ماذا كان ينبغي عمله على أبينا آدم لكي يتخلص من هذا المأزق؟ السؤال جميل جدا، بس هلفت النظر لنقطة واحدة. تفضل. آدم كان لازم يعمل كده علشان زي ما اتفقنا تقع المهمة. صح، مراد الله سبحانه وتعالى. إنما أقول إحنا بقى نعمل لنا إيه؟ لنا إحنا بقى. لكن آدم خلاص كان لازم يحصل كده عشان نخرج من الجنة ونبدأ الحياة بالتوبة. لو ده هذا فضل من الله هنشير إليه. لكن إحنا بقى لما يعرض عليك أمر حطه على ميزان لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. هل يرضى الله بذلك؟ هل يرضى الرسول بذلك؟ لو أنا عملت صفة الرقيب، لو أنا افترضت أن الرسول عايش هقدر أعمل الكلام ده قدامه ولا لأ؟ إلى آخر هذا الكلام. يبقى احنا لازم لما نسمع الوسوسه اولا نفرق وسوسه نفس ولا شيطان، ونعالج هذه الوسوسه. وانا بقول هذا الكلام ليه؟ ما معنى اعالج الوسوسه؟ يعني افترض واحد عرض عليه السرقه كوسوسه. نعم. لازم يشوف السرقه دي اتعرضت عليه ليه؟ لماذا وسوس الشيطان لك بالسرقه؟ لماذا وسوس لك بالزنا؟ لماذا وسوس لك بكذا؟ اعرض، ابدا اشتغل انت مع نفسك، اذا فشلت اذهب الى حكيم. هو لا يمهله دكتور هدايه. ما هو بالظبط، بس دي عايزه ايه؟ ارفع السماعه كلم حد. اتصرف بسرعه، عالج القضيه. انت عارف احنا هقول لك على حاجه، ساعات نخش على الموضوع بفتحه صدر كده ملهاش اي لازمه. فهمني؟ ده يقع. نعم صحيح. ده يقع. من تكبر على واقع حاله بغروره في الايمان أوقعه الله في براثن الشيطان، لأنه لم يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. يعني هو اعتمد على إيه؟ على نفسه. على نفسه، ده أنا عالم، ده هو أنا يقدر الشيطان يقرب مني يقول لي اسرق ولا مش عارف إيه؟ أهو ده يقع. ومن اعتمد على عقله ضل. صحيح، بارك الله فيك. ولذلك ذهب أحد الناس إلى أحد الحكماء. والحكيم ده عملة نادرة. صح. يعني شوف أحمد شوقي لما قال لك ويسأل في الإيه؟ ويسأل بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرنا ما نسيت. ويسأل في الحوادث ذو صواب. ذو صواب. ويسأل في الحوادث ذو صواب. ايه ذو صواب؟ حكيم. صحيح. يعني لما يعرض عليك امر يقول لك روح اقعد مع محمد، شاوره. حتى محمد ممكن يقول لك ايه؟ تعال نروح لفلان. صح. لان الحته دي مش في تخصصي. انما هو راجل عنده حكمه.
فذهب احد الناس الى احد الحكماء قال له كلام طيب جدا، وانا بعتبر ان احنا لو عملنا الحكايه دي يوميا نرتاح. قال له اني اشكو مرض البعد عن الله. يعني هو اعتبر انه شايف نفسه ماشي في ايه، عمال يبعد. فالحكيم طبعا راجل عنده لقاه جاي عايز يعني روشتة، عايز حاجة، فقال له عليك بورق الصبر وعروق الإخلاص وعصير التواضع، ضع ذلك في إناء التقوى، صب عليه ماء الخشية، أوقد عليه بنار الحزن، صفه بمصفات المراقبة، تناوله بكف الصدق، اشربه من كأس الاستغفار، تمضمض بالورع، أبعد نفسك عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. يا سلام، شوية حاجات كده لو اتعملت. سلام، جميل. شوية حاجات مرة ثانية يا دكتور هداية. هو بيقول له إني أشكو مرض البعد عن الله. نعم. الحكيم الوصفة، الحكيم عارف إن هو جاي يطلب وصفة. نعم. فصغها له في صيغة، ما قالوش بقى لازم تصبر ولازم تبقى ورع، لا، إداها له وصفة. فقال له عليك بورق الصبر، يعني كأنها إيه، روشتة خلطة هتتعمل. نعم. وعليك بورق الصبر وعروق الإخلاص وعصير التواضع. نعم. ضع ذلك في إناء التقوى، صب عليه ماء الخشية، أوقد عليه بنار الحزن، صفه بمصفات المراقبة، تناوله بكف الصدق، اشربه من كأس الاستغفار، تمضمض بالورع، أبعد نفسك عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله، تقرب من المولى عز وجل. يعني إيه؟ صبر وإخلاص وتواضع وخشية وحزن، يعني الوصفة جمعها هذا الخليط. الصبر ده يا أستاذ محمد مناط كل نجاح، أي عمل ناجح. صحيح. عبادات أو معاملات، وبشر الصابرين. بالظبط كده، لازم صبر. نعم. وأنا زمان ضربت مثال، قلت صبر من غير صلاة، من غير صبر تلاقيها بسرعة وما تنفعش، صيام من غير صبر ما ينفعش، حج من غير صبر ما ينفعش، فاهم قصدي؟ زكاة. نعم. من غير صبر ما تنفعش. واحد يقول لك طب الزكاة فيها صبر إيه؟ إن أنا ساعات أقوم مطلع مبلغ، أستاذ محمد اتصرف في المبلغ ده، ريحت أنا نفسي وتعبت محمد. طب ما هو محمد عنده مال وهيتعب فيه، ما تتعب أنت كمان فيه. هو احنا مش عايزين صبر. صح. الاخلاص انعدم، الورع مفيش، الخشيه مش موجوده، المراقبه ما شغلناهاش، كل ده يعمل لك بعد عن الله سبحانه وتعالى. انما لما تعمل كل الروشته دي تعمل ايه؟ تقرب من المولى عز وجل. نعم.